أكاذيب. أولا استخدام العنف، الذي مارس العنف حقيقة هو النظام، لأن أمس بدليل سقوط شهيدين غير وجود 30 جريح في المستشفى غير الخارجين. يعني الشخص علم شيمة أمس اللي استشهد قتل أمام بيته، كان اللي توه خرج من البيت وضرب حتى الموت، وضرب بالرصاص الشوزن من مسافة قريبة. وإلا ماذا تفسر الموت والشهادة اللي حدثت؟ واليوم أيضا قتل واحد عند المستشفى لأنه مجرد فقط يتظاهر سلميا. من الذي يستخدم العنف؟ من الذي يستخدم الإرهاب في البحرين؟ النظام والحكومة هي التي تأتي بهؤلاء المرتزقة لكي يضربوا شعب البحرين ولكي ينتقموا من شعب البحرين، لأن الشعب هو الذي يمارس العنف. اثنين، يتكلم أنا في لندن وأنا وجهت الناس وأنا حضرت كلام كذب. أنا لا وجهت أحد ولا قلت لهم، أنا هذا بالعكس، أنا أرسل خطاب بأنه هذه حركة شبابية وينبغي أن تستمر حركة الشباب، وأكدنا على السلمية في الحركة. كذب مستمر دائما كالنظام، كما يمارس النظام الكذب هؤلاء أيضا المرتبطين بالنظام يمارسون نفس الكذب. الكلام أن أنا في لندن، أنا لا أعيش في لندن، أنا جئت كل وفيصل يعرف أنا جئت إلى لندن للعلاج من مرض السرطان، وفي البداية أرسلتني الحكومة يزعم للعلاج، ثم لأني طرحت في مقابلة في العالم آراء السياسية منعوا عني العلاج. أنا الآن هنا بقيت في لندن لأني استكمال علاج وسأرجع للبحرين. من قال أن أنا أدير عمل سياسي خارج بلدي؟ أنا عشت فترة في البحرين وسجنت واعتقلت أكثر من مرة في البحرين لأنني أنا لم أترك بلدي وتحركت من داخل البلد. إذا من يستخدم العنف ويستخدم الإرهاب هو النظام وليس شعب البحرين. المسيرات انطلقت بالأمس سلمية تماما، واليوم أيضا انطلقت سلمية تماما. وإذا كان يقول بأنهم تركوهم في اللؤلؤة لأن الحضور بالآلاف ولأنه يعني أحرجوا الآن أمام هذا العدد، يعني في يومين في بلد صغيرة يقتل شخصان غير الآن اللي مصابين في داخل المستشفى. لذلك أرجع أقول هذه كلها مجموعة أكاذيب ليست صحيحة. صحيح هو ما يجري الآن من تواجد بالآلاف لشعب البحرين وإصرار شعب البحرين من يعني تحقيق عن هذا من التواجد والمرحلة المقبلة. اسمح لي أستاذ حسن سأعود إلى البحرين، معنا الصحفي البحريني السيد حيدر محمد. سيد حيدر، يعني أجواء الساحات، أجواء ميدان دوار اللؤلؤة، هل يمكن أن تؤكد لنا تواجد الآلاف، عشرات الآلاف في هذا الميدان؟ هناك الالاف بالفعل متواجدون في ساحه دوار الطرق واقع حتى من المنامه. هناك حضور كبير غزير وغير متوقع، فاجأ كثير مراقبين، اعتقد انه فاجأ المعارضه وفاجأ الحكومه في الوقت ده. ماذا يريد هؤلاء المعتصمون؟ هل هناك شعارات معينه، طروحات محدده؟ الشعار الذي كان مطروحا هو ان الشعب يريد اصلاح النظام. الشباب الذين طرحوا مطالبهم عبر الفيسبوك طالبوا بعده مطالب، منها ان تكون البحرين ملكيه دستوريه على غرار الملكيات العريقه التي نص عليها ميثاق العمل الوطني قبل 10 اعوام، كما طالبوا بتحقيق العداله الاجتماعيه وايقاف التجين السياسي. انا اتوقع ان ولكن من خلال الجهود لمائده الحوار وليس الشارع يمكن حل هذه القضايا. يجب الاستماع لمطالب هؤلاء الشباب. اليوم هناك واقع جديد في المنطقة، هذا الواقع يفرض على الجميع الاستماع إلى مطالب هؤلاء الشباب. أدرك أن بعض المطالب قد تستغرق بعض الوقت، ولكن يجب الاستماع والإفراج جيدا لمطالب هؤلاء الشباب، لأنهم ليسوا قلة، هم يشكلون حالة كبيرة ولديهم فاعلية. البحرين حقق العديد من الإنجازات في السنوات السابقة، ولكن هذه الإنجازات يجب أن تستكمل خلال حوار وطني يجمع الجميع بما في ذلك الحركات التي لم تشارك في البرلمان، ومنها حركة حق، واستغلت الفرصة مع الأستاذ حسن المشيمع. أستاذ حيدر محمد الصحفي البحريني، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. معنا النائب في البرلمان البحريني الأستاذ عادل العسومي. أستاذ عادل، هل يمكن الاستجابة لمطالب هؤلاء الشباب الذين ينادون كما قال السيد حيدر بإصلاح النظام، ملكية دستورية، برلمانات، حكومة منتخبة، تغيير رئيس الحكومة، إعادة توزيع عادل للثروة، موضوع التجنيس، يعني نقاط عديدة طرحت، هل من الممكن فعلا تحقيق هذه المطالب؟ أولا أنا طبعا ليعلم الجميع أن أنا ما كنت مستمع للحوار خلال الدقيقتين الماضيتين، فلم أستمع
كما قال الجميع الموجودين، لكن لنضع النقاط فوق الحروف داخل هذا البلد. في هناك يعني كلام للأسف يعني بعيد عن الصحة ولا يمثل الواقع البحريني. الواقع البحريني نحن في ملكية دستورية موجودة، في برلمان منتخب، المعارضة تمثل فيه 45%. أوكي، إذا في أي أحد يريد أن يطرح أي تعديل أو أي شيء، في هناك قنوات دستورية موجودة فلتطرح المعارضة في البرلمان. احنا نتكلم عن الدستور وعن الامور هذه، ليش لماذا لن نتكلم عن القانون واحترام القانون؟ في هناك قانون في هذا البلد يجب ان يراعى ويجب ان يحترم من قبل جميع الاطراف. لا، غير صحيح ان انا اجي واقول برلمان وديمقراطية وحرية وشفافية ولا التزم بالقانون. انا لازم انا اكون القدوة، لازم انا اكون القدوة. نحن دائما نقول احنا بحرين دولة ديمقراطية، ديمقراطية اساس الميثاق العمل الوطني. احنا نتكلم، اذا انت تريد ان تتحدث عن امور كثيرة فلتاخذ رأي شعب البحرين باكمله. فهناك من يمثل رأي، لكن في هناك اغلبية تمثل رأي اخر. احنا بلد ديمقراطي، بلد نتميز بامور كثيرة مو موجودة على مستوى العالم باكمله. احنا بلد القيادة تستخدم معنا سياسة الباب المفتوح موجودة، لكن في هناك ثوابت دستورية وثوابت موجودة داخل الدستور البحريني يجب احترامها. لا يجوز ان نتدخل في صلاحية جلالة الملك، فهو عنده صلاحية والدستور معطى هذه الصلاحية، اضافة الى المطالب اللي يتقدمون بها البعض. هذه مطالب لا تمثل الرأي الحقيقي لشعب البحرين. فهناك شعب موجود، لما نطرح مطالب، نطالب لازم تكون من خلال الشعب البحريني، لازم تكون مطالب أغلبية عشان يتم الاستجابة لها. فهي مطالب لا تعكس الأغلبية على 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 مستوى جميع الطوائف في البحرين، جميع الطوائف التيارات السياسية الموجودة في البحرين. فنحن نحترم القانون، نحترم الدستور، نحترم كل شيء يخرج من هذا القانون. طيب أستاذ حسن شيمع من لندن مرة جديدة، يعني كما يقول أستاذ عادل ليست مطالب أغلبية، لك تعليق على هذه الفكرة؟ وأيضا أسألك عن معلومة تواترت في وسائل الإعلام منذ ظهر اليوم عن تحرك قوات سعودية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد، كيف تعلق على هذه المعلومة؟ اسمح لي بس مجموعة طبعا الكلام اللي قال الأخ من قبل البحرين، لأنه للأسف هذه الأشخاص بعيدين فعلا عن الهم السياسي وبعيد عن الواقع السياسي ولم يشاركوا يوم من الأيام في صنع القرار السياسي، جاءوا اليوم جاهز وصعدوا على أكتاف الناس. أولا أقول يتحدث عن الملكية الدستورية، هل يفهم هذا الرجل ما معنى الملكية الدستورية؟ الملكية الدستورية المعروفة في كل بقاع العالم، في لندن وغير لندن، أن لا تكون العائلة حاكمة، فقط يكون الملك كرمز للبلد ويكون ولي عهد الملك كما هو حال بريطانيا، لكن أن يكون وزراء كلهم من آل خليفة. لا نتحدث إذن عن ملكية دستورية كما يقول، بل نتحدث عن ملكية مستبدة مسيطرة على كل شيء في البحرين. اليوم كل الأراضي يملكها آل خليفة، الحكومة أكثر من 12 وزير من آل خليفة، غير أيضا المؤسسات الموجودة فيها أيضا العائلة، وكأنه لا يوجد في هذا البلد إلا آل خليفة. هذا وين يسمونه؟ هل يسمونه ملكية دستورية؟ فكلام للأسف الشديد ما يعرفون حتى مفهوم الملكية الدستورية ويقول عندنا ملكية دستورية. قال احترام القانون، على عيني ورأسي. هل النظام اللي يتكلم عنه، هل العائلة تحترم القانون؟ هل قتل أمس شخصين في يومين بسلاح شوزن الممنوع والمحرم دوليا، هذا مطابق للقانون وتطبيق للقانون؟ هل ضرب ناس يتحركون بشكل سلمي وهذا يعني مع القانون واحترام القانون؟ هل تعذيب الناس في السجون هذا مع القانون ومع البرلمان اللي يدعيه او مع الدستور اللي يدعيه؟ كل هذا اللي مارس خلافا للقانون، وما الذي يخرق القانون؟ نفس الحكومة ونفس النظام ونفس العائلة ونفس هؤلاء. طيب الذين عن قضية دخول القوات عبر جسر الملك فهد. أوكي، الديمقراطية، خلني آخر شو بعد أرجع لك. الديمقراطية، مفهوم الديمقراطية أن السيادة يعني فيه للشعب. هل يحترم الشعب اليوم في البحرين؟
أما فيما يتعلق بالشق الأخير في مسألة أن هناك قوات سعودية للبحرين فقد سمعنا، وأنا أقول أن هذه إشاعة لتخويف شعب البحرين، لأنه لا يحق ولا يجوز لجيش من خارج البحرين أن يأتي لمساعدة حكومة البحرين ضد شعب البحرين. هذا شأن داخلي، وإذا سمحت البحرين لدخول السعودية من أجل إنقاذ هذا النظام، فإذا بكرة إيران وغيرها تستطيع أن تدخل أيضا إلى حين البحرين لتحمي الشعب. أنا أقول هذه يعني لو لا سمح الله حدثت فهي سابقة خطيرة جدا، لأنها تدخل واضح في شأن الدولة. أستاذ عادل العسومي، هل